لا هو يغمض عينيه، أي ناخبة ويغمض عينيه، لكن هل يوجد لاعبين حاليا يفتحوا عندهم عينيه مستوى باش يحلوا عينين هذا الناخب الوطني هذا ويديروه تحت ضغط وما يقدرش يتغاضى على الاستدعاء تاعهم؟ قولوها بكل صراحة، البطولة الوطنية في نقولوا 10 سنوات أو أكثر ما ولاتش تمد المنتخب الوطني. من ذاك تشوف لاعب أو لاعبين على الأكثر، وهذا اللاعبين راهم في ريحوا في بنك الاحتياط، ما كان حتى لاعب قدر يولي للعالم ويفرض روحه كتيتولار انديسكيوتاب في المنتخب الوطني على الاقل. شفنا مداني لعب لقاء ولعب لقاء الثاني ومن بعد الاحتياط بان لاعب واحد اخر خاسف، ما كان حتى لاعب نو شوف حتى في الوقت الراهن دوك خاسف مليح، لكن ايت نوري بالمستوى اللي راهو يقدم فيه مع وولفرهامبتون وسجل ضد ليفربول بالمستوى اللي راه به حجام صعب جدا على خاسب باش يكون اساسي في المنتخب الوطني. لكن هذا امر جميل، هذا امر جميل في المنتخب، جميل يبقى امر جميل بعيدا عن الشعبويه. احنا صحيح. كنا نتمناو نشوفوا لاعبين البطوله، لكن اللاعبين كذلك اللي راهم ما وراء البحار عندهم جنسيه جزائريه وعندهم ناس هذو راهم يفرضوا في روحهم بالارقام بالمستويات العاليه. ما تقدرش ما اللاعبين كيما هادو، ما تقدرش واحد كيما بشير بلومي على سبيل المثال بالمستوى اللي راه نشوفوا فيه في البطوله الانجليزيه القسم الثاني تشامبيون شيب، لكن بطوله انجليزيه ناصر وراه الصحافه تثني عليه، المدرب تاعو يثني عليه، هذا اللاعب راهو داير بيتكوفيتش تحت الضغط الان بالمستوى اللي راه يقدمه امير سعيود كذلك ب 34 سنه بالاهداف اللي هو يسجلها والتمريرات او يدير الضغط. لكن احنا حبينا نشوفوا لاعبين من البطوله الوطنيه هما كذلك يديروا الضغط على هذا المدرب على 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 الفاف، يديروا على الراي العام باللي احنا عندنا مكانه في المنتخب. ما ناش نشوفوا لاعب يلعب اليوم يسجل هاتريك على سبيل المثال، ثلث جولات ما يسجل حتى هدف.